السلام عليكم أصدقائي في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الدرس سنتعلم الأرقام باللغة الفرنسية وخصوصا من رقم 0 إلى رقم 10. وفي الدرس الذي سيليه تجدونه على قناتي أيضا فيه الأرقام من 11 إلى 20 وبعد ذلك أيام الأسبوع أشهر السنة المذكر والمؤنث إلى آخره. كل هذه الفيديوهات تجدونها على قناتي ماروفيلتشيو في اليوتيوب. إذا أصدقائي لنبدأ تعلم العد من 0 إلى 10. 0 0 0 10 10 10 والآن أصدقائي سأعيد الأرقام وحاولوا أن تعيدوا معي أيضا. 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10. والآن أصدقائي التمرين المنزلي، اكتب لي هنا أسفل الفيديو ما هو رقمك المفضل من رقم 0 أي من رقم 0 إلى رقم 10 أي رقم 10. اكتب لي رقمك المفضل، إذا كان رقمك المفضل هو 4 اكتب أسفل الفيديو 4، إذا كان رقمك المفضل هو 7 فاكتب أسفل الفيديو رقم 6. أشكركم أصدقائي وبقية الأرقام تجدونها على قناتي ماروفيلتشيو. إلى اللقاء.